انا بقى عايزك تحكي لي كده بشويش نموذج لتمرين الكابتن ايمن الرمادي. الراجل ده انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى مستوى الشغل، بس انا عايز حد يحكي كواليس تمرينه، ازاي تقدر تتدرج بالكوره بهذا الشكل من ورا لقدام بهذه السهوله المطلقه مهما كان المنافس اللي قدامك. هي سهولة فعلا بالنسبة للناس اللي بتشوف لك ان احنا بيطلع علينا اديني في بقى التمرين. يعني احنا مثلا ممكن نقعد في بداية الهجمة دي مثلا 45 دقيقة 50 دقيقة في عشان التمرينة. في التمرين ده، التمرين ده بعيدا عن باقي التمرين، احنا بنقعد ماشي 50 دقيقة مثلا نظبط موضوع بداية الهجمة، وان ازاي الحارس المرمى لما تجيله الكورة يبقى عنده 30 اختيار ان هو ممكن يطلع فيها الكورة صح. هو دايما كان هو بيقول كلمة بصراحة هي معلقة في دماغي انا كحارس مرمى، هو دايما بيقول لك العب كورة ما تقلقش، ما فيش حد هيجي ياخد منك الكورة بإيديه. فدي بالنسبة لي هو عنده حق، هو ما فيش حد هيجي ياخد منه الكورة بإيدك، وبعدين الكورة ما بتتلعب لك، انت عندك وقت انك تبقى عامل سكان وعارف هتباصي فين وهتلعب فين وعندك كذا حل. فدايما بيبقى في كذا حل موجود في التمرين انك تقدر تعمله، فلما بتقعد تكرره كذا مرة في التمرين الموضوع بالنسبه لك في الماتش انت خلاص مخزن ان انت في التمرين بتطلع من بتاخد الكره من الناحيه دي تلعبها الناحيه دي، لو ما فيش حد ضغط على السيرد باك بتلعب على الطويل، ودايما زي ما بقول لك هو عامل كذا حل، يا اما تلعب للديفندر يا اما تلعب للسيرد باك يا اما تلعب للوينج جناح يمين او شمال. للباك العكسي بالظبط. فهو عنده بس مشكله ان انت ما ينفعش تلعب الكره في قلب الملعب، دي بالنسبه له دي بالنسبه طبعا له كارثه لو كبيره تردد انفراد خلاص. يعني انا دي بقالي سنه بالنسبه مع له صلاح الدين يعني خلاص بقى دي بالنسبه له بقيت دي بالنسبه له خط احمر، يعني دي اخر حل لو لقيت الدنيا كلها قافله بتلعب على جنب من الجناب كره طويله، كويس لكن هو في التمرين هو حته البيلد اب دي بالنسبه له مهمه جدا، لان هو بيحرك في قلوب المدربين الدفاع، بيحرك في لعيبه الارتكاز، يعني انت في التمرين كله بيتحرك كأن الموضوع متحفظ. لا بالظبط كده. يعني انت لما اول ما بتحط الكوره السيرد باكين بيفتحوا، انت بتلعب للسيرد باك، السيرد باك بيبقى عنده حل للباك ليفت او حل للديفندر او حل لرقم 8 او حل للوينج او حل للفيرود، الفيرود ده اخر حاجه ممكن تلجأ لها، لكن انت طول ما ودايما يقول لك احنا مثلا بنحضر باربع لعيبه، انت معاك بسام مثلا او الحارس معاك خمس لعيبه، خلي بقى فرقه تضغط عليك بخمس لعيبه هتلاقي شوارع ورا ومفيش حد استحاله يضغط بخمس لعيبه، فانت لما تبقى خمس لعيبه بتحضر على ثلاث اربع لعيبه لا انت لازم هتخرج بالكره صح. ف الافضل في المنطقه دي في مصر بصراحه لا لا يعني. هو بس يعني انت عارف ده وصلك لايه بقى؟ تيجي اوريك ده وصلك لايه في الاخر؟ ماشي الثقه اللي بقت عامله كده، عارف ده وصلك لايه؟ وري ان انت ابتديت تشتغل زي زلك، يعني الكوره تجي لك المهاجم قدامك عايز تعدي. السنه اللي فاتت بس انا فاتح منتج كتير قوي انا عايز اوريك شويه حاجات يعني، ونفرج الناس طبعا على شويه حاجات، انه كابتن بسام استغل هذا الامر عشان يبدا يرقص المهاجمين، تعدي مرحلة بناء أو مرحلة ضغط، يعني تعدي خط الضغط الأول، فبقى الراجل 2-1 إسماعيلي كسبان، ممكن يبقى التالت عدي علشان تطلع برضو على حد، تلعب الكرة الطولية تحاول إن أنت تنزلها عند حد. 0-0 الدقيقة الستة من زمن المباراة، يا راجل يا قادر يا راجل يا قادر. انا بقول لك يا محمودي هو الموضوع ثقة خلاص، انت الراجل مديك الثقة دي، طب ليه مش هتستغلها؟ ومغلوب هنا بنك الأهلي واحدة برضو ثقة، بس يعني هي ثقة بصراحة. هي الثقة في الاول وفي الاخر زي ما بقول لك، يعني المدرب هو اللي برضه بيديك الثقة دي، برضه بتعدي في توقيت صعبة قوي، يعني 1-1 1-0. ما هو برضه الفرود مش هيبقى متوقع الكلام ده، خد بالك انا قعدت فترة اعمل الكلام ده، وبعد كده عمر اخويا فرود فبيلعب في السعوديه دلوقتي درجه تانية فبيتكلم معايا قال لي خد بالك عشان الفراوده هتبتدي تركز معاك بقى، يعني انا فيرود طبعا بقول لك ان الفراوده هتبتدي تركز دلوقتي ان انت بتحب ان انت تترقص او تحب ان انت تعمل واحده تخرج من الضغط فخد بالك. فقعدت فتره فعلا بعد ما قال لي الكلام ده بقيت العب الامان بقى المضمون اللي هو الكره جايه لي انا هباصي مش هرقص عشان نقطع الحته دي، لان اتقطعت منك في مره خلاص كل سنه طيب جون مفيش حد وراك كل سنة طيب. فكرة الهاني سلامة مع ناصر منسي دايما نموذج في الحتة دي في الماتش اللي فات. طبعا هو ريسك بيبقى ريسك صعب جدا لحارس المرمى، انت مفيش خالص شكرا انت اتقطعت منك الكرة جون مفيش يعني.